بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال في كتاب المغازي: باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. والكلام عن مقتل حمزة رضي الله عنه متعلق بالكلام عن غزوة أحد، فقد بوب فيما سبق، قال: باب غزوة أحد، وذكر ما يتعلق بهذه الغزوة أو بعض ما يتعلق بهذه الغزوة، ومن بين ذلك مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وحمزة رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء، وهو أسد الله كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن البخاري رحمه الله تعالى أورد خبر مقتل حمزة يوم أحد لعظيم مكانة حمزة رضي الله عنه في الإسلام، ولعظيم مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر رحمه الله تعالى بسنده، قال: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي، أي وحشي بن حرب: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ ووحشي هذا هو قاتل حمزة، وحشي بن حرب هو قاتل حمزة. فكما ذكر البخاري بسنده، قال: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. أي أنهم جاءوا إلى حمزة رضي الله عنه وسألوه عن ذلك، إلى وحشي وسألوه عن ذلك، وكان وحشي قد بلغ من العمر مبلغا عند ذلك، حتى أنهم لما جاءوه وجدوه شيخا كبيرا جالس أمام بيته كما في الروايات الأخرى، فقال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، أي أخبركم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار. وتأمل أن السائل بينه وبين طعيمة هذا قرابة، فهو عبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا هو السائل، والمقتول من المشركين على يد حمزة يوم بدر هو طعيمة بن عدي بن الخيار، طعيمة بن عدي بن الخيار. قال: فقال لي مولاي، أي الكلام لوحشي، قال: فقال لي مولاي جبير بن مطعم، أي أن وحشيا كان مولا لجبير بن مطعم، جبير ابن مطعم
وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن عدي، هو جبير بن مطعم ابن عدي. فقال قال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. إن قتلت حمزة بعمي، يقصد طعيمة، عمه طعيمة ابن عدي، قال: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. نوع من الثأر، وذلك أن حمزة رضي الله عنه قتل من المشركين من قتل في يوم بدر، وكان من بين من قتلهم طعيمة بن عدي، ولذلك كانت قريش أشد غضبا على حمزة من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دبرت يعني ودبر بعضهم لقتل حمزة ولو لم يكن هناك معركة، يعني يعني وسيلة عصرية أو بتعبير عصري اغتيال حمزة، المهم أن يقتل حمزة. نعم. قال: فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال وحشي هذا رضي الله عنه، فقد أسلم بعد ذلك، هو عبد حبشي، عبد حبشي، وكان يحسن الضرب والرمي بالحراب، والحرب أداة حرب أطول من السهام وأغلظ ثقلا من السهام، ولا يرمي بها إلا قوي، ولا يرمي بها إلا قوي، يعني الحرب ليس أي أحد يضرب بالحراب ويستطيع أن يرمي الحراب، وذلك لأن الحراب ثقيلة ورميها يحتاج إلى قوة، قوة رمي وقوة دفع لتقتل، ولذلك وحشي هذا كان عبدا حبشيا قوي البنيان. وأنا أذكر ذلك لأشير إلى أمر عندما نأتي عنده سنعلق عليه. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، قال: وعينين جبل بحيال أحد. فلما خرج الناس عام عينين، عام عينين هو نسب العام للجبل، قال: وعينين جبل بحيال أحد، وذلك لأن قريشا لما خرجت يوم أحد نزلت عند هذا الجبل، أول ما نزلت نزلت عند هذا الجبل بحيال أحد، يعني موازي لأحد، موازي لأحد. قال: وبينه، قال: وعينين جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد، بينه وبينه واد، الوادي الذي جرت فيه المعركة، الوادي الذي جرت فيه المعركة. قال: خرجت مع الناس، قريش لما نزلت نزلت عند هذا الجبل، والمسلمون لما خرجوا خرجوا وكانوا عند جبل أحد، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ظهرا له، وجعل الحرتين وبساتين المدينة حصنا له من الجهتين الأخريين، فلم يبق إلا جهة لقاء ومقابلة المشركين. قال: خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع، وسباع هذا رجل من خزاعة، خرج يطلب المبارزة، فقال: هل من مبارز، يعني هل من مقاتل يقاتل قتال الرجل للرجل؟ فخرج سباع هذا فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رجال رضي الله عنه. في رواية أخرى عند غير البخاري قال وحشي: فإذا حمزة كأنه جمل أورق، كأنه جمل أورق، بيقول: أنا يعني أول مرة كنت أرى حمزة، أنا لا أعرف،
وهو ما خرج في يوم أحد إلا لمهمة معينة واحدة، وهي أن يقتل حمزة ليصير حرا. فيصف حمزة فيقول: فإذا حمزة كأنه جمل أورق. الجمل الأورق جمل يميل إلى الصفرة التي قريبة إلى البياض، وهذا الجمل عند العرب يعبرون عن قوة الإبل به، أو هو من رموز القوة في الإبل، ولذلك قال: كأنه جمل أورق. والجمل الأورق كذلك من صفاته أنه إذا غضب كان شرسا، كان شرسا، ولذلك يصف حمزة بذلك. وذلك لأن حمزة رضي الله عنه يوم بدر ويوم أحد انطلق في صفوف المشركين كما وصفه أيضا غير وحشي: يهد الصفوف هدا. يعني يهد الصفوف هدا، يعني صفوف المشركين كتيبة ولا حاجة، خش حمزة في هذه الكتيبة يهدها هدا، مما يدل على عظيم قوته رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه أسد الله. أين قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار، يا سباع يا ابن أم أنمار، مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه، قال: يا سباع يا ابن أم أنمار. هو أراد أن يحقر منه، وهذه طريقة في أيضا القتال كنوع من الحرب النفسية، كنوع من الحرب النفسية، إنه يظهر له عدم المبالاة به، وأنه لا يمثل عنده شيئا، فيقول له: يا ابن أم أنمار، أولا أمك أم أنمار. فأم أنمار هذه قيل كانت مولاة لرجل من قريش، هو أبو هذا السباع هذا اللي هو الخزاعي هذا. وأم أنمار هذه أيضا كانت تعمل خاتنة للنساء، خاتنة للنساء. لكن حمزة من باب التحقير ما قال له: يا ابن خاتنة النساء، إنما يعني حقر من قدره، قال: يا ابن مقطعة البذور. والبذر هو القطعة التي تقطع من المرأة عند ختانها، فكانت أمه خاتنة للنساء، وهذه عند العرب يستعملونها للسب والتحقير والإهانة، وهذا نوع من الحرب النفسية، إن حمزة بيعمل عليه حرب نفسية. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الواحد حقيقة أحداث الأخيرة تغلب على الإنسان في كل لحظة، يعني هذه الوسيلة من الحرب النفسية يستعملها الآن الكفار ضدنا نحن، الكفار يستعملونها ضدنا نحن المسلمين. تجد يطلع يعني واحد والعياذ بالله مجرم لا يساوي عند الله ولا عند الناس شيئا، تجد يخرج ويهدد المسلمين ويقول لهم: ده احنا هنوريكم، ده احنا هنخلي عشتكم طين، ده انتوا هنعمل فيكم هنسوي، وهو لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، بل البعوض أقوى منه قلبا، لا أقول يعني حتى يعني قلبا، لكن انظر وسيلة نفسية بيحاربوا المسلمين بها، إن هم يعودوا يشتموا المسلمين ويطلعوا يهددوا المسلمين: وهنوريكم وهنعمل فيكم وهنوري التخين بتاعكم والكبير بتاعكم والمشير والبتاع والمحافظ ونعمل ونسوي. نوع من الحرب النفسية التي لها أثر على ضعفاء المسلمين، إن من ضعفاء المسلمين من ربما يسمع مثل هذه اللهجة يستكين، يقول لك مش عايزين مشاكل، يوم يستكين. انظر، فهذه حرب نفسية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي المقابل تجد مفتي الديار حسبنا الله ونعم الوكيل، مفتن الديار
يرفع قضية وعايز يسجن شيخ من شيوخ المسلمين وعلماء المسلمين في الوقت الذي العلمانيون والنصارى وغيرهم بيتهموه، برغم ان هو بيظهر لهم كل معاني الحب والود برضو بيتهموه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. الراجل اللي هو البتاع والعياذ بالله يعني الأجرب هذا يقعد يقول ان شيخ الأزهر بيكفرنا، اهو اهو مش راضين عنك برضو، شيخ الأزهر بيكفرنا، مع ان شيخ الأزهر يعني مش مخلي وراه ولا قدامه عشان يرضي الناس، وتليفونات واتصالات واعتذارات ويلا نقعد عشان نخلص قانون العبادة الموحد وبتاع. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أتحاد الله ورسوله يعني أتعاند الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. شوف وحشي بيعبر عن مقتل سباع هذا اللي طالع عامل 10 أبطال في بعض. فقال فشد عليه أي حمزة يعني، ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، كأنه ما كانش يعني، كأن لم يكن بالأمس. انظر قول الله عز وجل كأن لم تكن بالأمس، يعني ما كانش أصلا، كأنه ما كانش حاجة موجودة أصلا. وهذا نوع من تعبير وحشي عن قوة حمزة رضي الله عنه. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، وكمنت لحمزة تحت صخرة. كمنت لحمزة في بعض الروايات الأخرى بيذكر فيها تفاصيل أخرى عن ذلك. قال فكان حمزة كالجمل الأورق ما يرفع له أحد، ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف. فيش حد يجي قدام حمزة إلا لما يقمعه بالسيف. ولذلك ماذا فعل وحشي؟ ما اجترأ على مواجهة حمزة، مع أن وحشي هذا كما يصفونه في بعض الروايات عبد أسود قوي البنية يضرب بالحربة لا تخطئ، يعني يرمي الرمية ما تخطئش. ولذلك يقول فكمنت له تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه رضي الله عنه. قال فأضعها في ثنته يعني رميت بالحرب رمية نشان، يعني وحشي مش بيرميها أي رمية، لا هو بيرميها يقصد رمية قاتلة ودي مهارته. قال فوضعتها أو فأضعها في ثنته، ثنته يعني ما بين السرة والعانة، ما بين السرة والعانة، منطقة طبعا ضعيفة جدا، أي إصابة يموت الإنسان. قال حتى خرجت من بين وركيه، حرب خرجت من الجهة الأخرى. قال فكان ذاك العهد به، فكان ذاك العهد به. انظر إلى وحشي يعبر، كل ده في الحقيقة كله إشارات إلى قوة حمزة رضي الله عنه. فكان ذاك العهد به، أنا لم أرى حمزة إلا في هذه الساعة ولم أراه بعد ذلك، لا قبل ولا بعد. قال فكان ذاك العهد به، وكأن وحشي أيضا رضي الله عنه يتبرأ من التمثيل بحمزة، وذلك لأن المشركين مثلوا بحمزة بعد ذلك. لما حصل الثغرة اللي حصلت جاء من جاء من المشركين ومثلوا بحمزة وقتل المسلمين وشهداء المسلمين. قال فكان ذاك العهد به فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف. لما سمعت أن الإسلام يعني فشى، أو لما جاء الإسلام وفشى في مكة هرب وحشي، هرب إلى الطائف خشية أن يقتله المسلمون. قال فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا
فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني أن وحشي يحكي كما في الروايات الأخرى أنه لما فر إلى الطائف قال له من قال من الناس إن محمدا كريم الخلق، وإنك لو أسلمت وأطعت الله عز وجل لا يردك ولا يثأر منك ولا يعني يسيء إليك. ولذلك قال فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. إنه لا يهيج الرسل يعني لا يزعج الرسل، لا يلحقهم بأذى، لا يلحقهم بأذى. إذا جاءه رسول ولو كان من المشركين لا يؤذيه. فلعل كان أمر إسلام وحشي بواسطة قبل حضوره، أي أرسل بين يديه رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أن وحشي يريد أن يأتي إليك مسلما، ولكنه يخشى أن تقتله أو نحو ذلك. فقيل له إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم يعني مع الوفد هذا الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رآني قال أنت وحشي؟ قال قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قلت قد كان من الأمر ما بلغك، يعني أدبا وهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم الرد، ما قال أنا اللي قتلت، إنما يقول له يعني اللي حصل كان يعني قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على عظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة، وليس ذلك بغضا لوحشي كما يظن بعض الناس، لا، بل هو قال لوحشي هذه العبارة غيب عني وجهك، لأنه كان يذكره بحمزة وبمقتل حمزة، كان يذكره بمقتل حمزة، فيثير في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وجعا وحزنا وألما. ليس هذا معناه أنه لأجل ألا يغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقتله أو نحو ذلك، لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذلك لأنه كان إذا رآه هيج في نفسه حزنا على حمزة رضي الله عنه. طبعا هذا المشهد يذكرك بقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ سورة يوسف فكان إذا جاء إلى هذا الموضع يبكي حتى يسمع أهل المسجد نشيج بكائه، وذلك لأن عمر كان يستحضر ما يستحضره يعقوب وما استحضره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو أنه يهيج قلبه حزنا على الرجال الذين لا مثيل لهم كيوسف عليه السلام وكحمزة عليه رضي الله عنه. أي نعم، فالنبي فيعقوب عليه السلام كان يبكي ألما وحزنا لغياب يوسف الذي يعدل الآلاف من أبنائه الآخرين، لا أقول أبناءه كلهم، إنما كان يبكي ألما وحزنا لغياب يوسف ولا يعرف أين ذهب ولا أين هو. فكان كلما تذكر قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك كان عمر إذا قرأها بكى، وذلك لأن عمر كان كذلك ممن يقدر
أشخاص الرجال المتميزين. ومن أمثلة ذلك أن عمر رضي الله عنه لما مات عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة رضي الله عنه لما مات أبو عبيدة رضي الله عنه في طاعون عمواس، وكان هو قائد المسلمين وجيوش المسلمين في الشام وفي أرض يعني الشمال عموما، أرض الشام وفلسطين والعراق، فلما بلغه خبر موت أبي عبيدة بكى عمر بكاء شديدا، وكان يكثر من البكاء كلما تذكر أبي عبيدة رضي الله عنه. وكانت هذه الآية مما يهيج حزن عمر على أمثال أبي عبيدة رضي الله عنه. ولذلك لما جلس ذات يوم مع نفر من أصحابه يتسامرون، فجعل يقول تمنوا، فقال بعضهم أرجو الله لو كان لي مالا فأنفقه في سبيل الله، وقال بعضهم أرجو الله أن لو كان لي خيلا ملء هذا الوادي تقاتل في سبيل الله. فقال عمر ولكني أرجو الله أن يكون لي مثل أبي عبيدة، وذكر رجلين آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملء هذه الدار مثل أبي عبيدة وفلان وفلان، وبكى رضي الله عنه. القادة والأشخاص المتميزين والأبطال في الإسلام والعاملين لدين الله سبحانه وتعالى والباذلين لدين الله سبحانه وتعالى تبكي عليهم الدنيا، يبكي عليهم الخلق جميعا، بل تبكي عليهم الأحجار وتبكي عليهم الأشجار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في موت الرجل الصالح إذا مات بكته الأرض. أما الكفار قال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، روحوا في دهية والعياذ بالله. الكفار والمجرمون إذا مات الواحد منهم ارتاحت البلاد وارتاح العباد منهم. أما الذين يقومون ويخدمون دين الله ويخدمون الإسلام ويقومون على أمر الإسلام أمثال حمزة رضي الله عنه، فهؤلاء يستحقون أن يحزن عليهم الناس مثل هذا الحزن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لوحشي فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت، يعني جعلت في مكان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ألا يكون ذلك سببا في إحزان النبي صلى الله عليه وسلم. وإشارة لهذا المعنى أيضا على بطلان عقيدة هؤلاء الضلال والعياذ بالله عباد الصليب. انظر إلى طبيعة الإنسان السوي، إنه يحزن إذا تذكر مشهد ما يؤلمه، تذكر مشهدا يؤلمه في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى حمزة يرى وحشي يتألم، حتى قال له هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ بيذكره بشيء مؤلم، مقتل حمزة. والعجيب في هؤلاء أنهم يحبون الصليب ويعبدونه، مع أنه على عقيدتهم لو كان قد قتل عليه الرب أو ابن الرب. الإنسان الطبيعي السوي يحب الصليب أو يكره الصليب؟ يكره الصليب. الإنسان السوي يكرهه، لأن هذا يذكرني بمقتل الحبيب والتنكيل بالحبيب ووضع الشوك على رأسه وضربه وكذا، كما يعتقدون باطلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له.
قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، يعني بعد مقتل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك مسيلمة وراسله وكلمه، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم ومسيلمة له شوكة، ومسيلمة له شوكة، حيث انحاز إلى مسيلمة وتابعه آلاف ممن كانوا قد أسلموا من قبل. وده برضو في إشارة على إياك أن تغتر بكثرة بعض والعياذ بالله من رجعوا عن الإسلام وإن كانوا بأسماء إسلامية. فهؤلاء آلاف مؤلفة، قيل 20,000 رجعوا وتابعوا مسيلمة الكذاب واعتبروه نبيا يوحى إليه وكانوا يقاتلون معه. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مسيلمة في قوة وشوكة، لكن أبا بكر رضي الله عنه لما كان الأمر كذلك أخرج الجيوش الإسلامية وقال لا أمنع، أو كلمة نحوها يعني لا أمنع وفدا أرسله أو أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل جيش أسامة ثم أرسل الجيوش الأخرى إلى مسيلم. قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قال قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، يعني كأنه يقول يعني أكفر عن شيء من ما فعلت. قال فلعلي أقتله فأكافئ به حمزة، زي ما أنا قتلت حمزة أسد الله أقتل الكذاب، أقتل الكذاب هذا. نعم. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، يعني من أمر مسيلمة ما كان. والحقيقة أن معارك يعني الحرب على مسيلمة كانت شرسة وشديدة جدا، وهي معركة اليمامة المعروفة. قال فكان من أمره ما كان فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. مسيلمة كان قوي الهيئة والبدن ويعني القوة، ولذلك يصفه حمزة وحشي كذلك يقول فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، ثلمة جدار جدار في كسر كأنه متخذ نوع من الحصن أو الخندق يتخفى فيه. قال كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه، فأضعها بين ثدييه. هو متمرس في حمزة رضي الله عنه. قال فوضعتها في ثنتيه، هنا قال فأضعها بين ثدييه، قال حتى خرجت من كتفيه، قوة شديدة جدا في الرمي. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، فوثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، يعني كمل عليه. فالشاهد من الحديث بيان حادثة مقتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وسيد الشهداء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. أي نعم. ثم قال باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه. قال يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. قال: باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد، يعني بيان هذه الإصابات. ولعلنا ذكرنا فيما سبق ذلك عند الحديث عن باب قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إصابات كثيرة، فقد شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكدمت رجله صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم لما سقط في حفرة حفرها له ابن قمئة لعنة الله عليه، وانهالت عليه السيوف والسهام والرماح حتى كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم لولا أن الله قيد له أسباب نجاته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم أو بنبيه. ولكن في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكأني أنظر إلى نبي أدموه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. وكأنه هو صلى الله عليه وسلم بعدما قيل له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، فكأنه صلى الله عليه وسلم دعا بعد ذلك لهم أن يغفر الله لهم أو أن يهديهم. وسبحان الله، كما ذكرنا من قبل، فقد اهتدى منهم من اهتدى، بل أكثرهم إن لم يكونوا جميعا تقريبا. أين؟ ثم قال: باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ قال: فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. قال: باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني يقصد البخاري بيان سبب نزول هذه الآية، بيان سبب نزول هذه الآية، لماذا نزلت وفي من نزلت. باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نزلت هذه الآية بين الآيات التي تتحدث عن أحداث يوم أحد، وأن الآية تذكر مشهدا معينا من هذه الأحداث، ألا وهو مشهد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مشهد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم آثار المشركين وطلبهم بعد انتهاء المعركة. فإن المشركين لما كان ما كان في يوم أحد وحصلت الثغرة وأصابوا من المسلمين من أصابوا، ورجع المسلمون في آخر المعركة ولملموا صفوفهم، فر المشركون مرة أخرى من أرض القتال وانصرفوا عن أرض المعركة،
وقد أحدثوا ما أحدثوا في صفوف المسلمين، وانشغل المسلمون بقتلاهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدفنهم. فلما انتهى من دفن القوم، وكانت معركة أحد في يوم السبت، بات النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة. فلما أصبح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمون في طلب القوم، في طلب القوم برغم ما أصابهم من الإصابات. فمعلوم أن المسلمين قد أصيبوا إصابة عظيمة يوم أحد حسا ومعنا. أما الإصابات الحسية فهي قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من خيرة أصحابه. وأما الإصابة المعنوية فهو الحزن والهم والألم الذي لحق بهم، فضلا عن الجراحات الحسية التي أصابت غير 70. ولذلك أصابهم القرح كما وصف الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح رضي الله عنهم. حقيقة يعني الصحابة دول عالم يعني. وأنا أنصح الإخوة الخطباء خصوصا في الفترة القادمة أن يكثروا من ذكر تضحيات الصحابة، ولا سيما وأننا مقبلون على مرحلة تحتاج إلى تضحيات، وتحتاج إلى صبر وتحمل وبذل كثير. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برغم ما أصابهم في يوم أحد آلام معنوية وآلام حسية كثيرة جدا أصابتهم، حتى وصل في بعض البيوت أن مات جميع رجال البيت، يعني بعض الدور والبيوت مات جميع رجالها، يعني بيت كامل كل الرجال اللي فيه قتلوا، لم يبق إلا النساء. يعني حمنة بنت جحش رضي الله عنها قتل أبوها وأخوها وزوجها وخالها رضي الله عنها. انظر كل رجال البيت تقريبا قتلوا، فكانت الآلام شديدة جدا على المسلمين. ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنخرج في إثر القوم ولا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، ولا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، ومش هيخرج معنا إلا اللي حضر بالأمس، ولم يخرج من غيرهم إلا رجل واحد هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فخرجوا رضي الله عنهم فيما سمي بعد ذلك في كتب السيرة بحمراء الأسد، حمراء الأسد، حيث أخذوا يطلبون العدو وساروا في إثره إلى أن وصلوا إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد. فلما وصلوا إلى هناك لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من زعماء هذه المنطقة، وكان بينه وبين المسلمين حلف وعهد، فأخبره أن قريشا قد فرت، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم خبر القوم هل سيرجعون مرة أخرى، فإنهم لو رجعوا على هذا الحال سيكون لذلك أثر سيء على سمعة المسلمين وعلى يعني نفسيات يعني الجنود والمقاتلين. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم برغم أن أكثر الجيش كيف حاله؟ أصابتهم الجروح والقروح. ولذلك في الحقيقة هؤلاء جيل ما عرفت البشرية مثله أبدا، جيل في الحقيقة مهما يعني تكلمنا عن فضلهم لن نوفيهم حقهم رضي الله عنهم أجمعين.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير عائشة بتحكي يعني وبتذكر كان فيهم أبو بكر والزبير. أما تخصيصها لأبي بكر والزبير فلعل ذلك لأجل أن أبا بكر رضي الله عنه والزبير كان قد أبليا بلاء حسنا وكان ممن أصيب بإصابات كثيرة في يوم أحد ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منهم أحد أن يبقى للراحة أو عشان أنا عيان أو أنا أصلنا لسه جاي من الحرب الدنيا أجازة وأنا لحقت أرتاح وأنا لحقت كذا. نسأل الله العفو والعافية. نقف على باب غزوة الخندق وهي الأحزاب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى وننتقل إلى كتاب الواضح.